تحدي هرسة التومة. تمام، المركز الاول هي دي انا شفت مين بقى اللي كان بيستعملها يشيف الشربين على قناة السي بي سي سفرة، شفتها فجربتها لقيتها بتعمل بجد. والمركز ده وده المركز التاني، المركز الاول والمركز التاني. تمام، دول اكتر 3 حاجات عمليين في هرسة التوم في ثانية واحدة. دي حلوة قوي، ودي حلوة، ودي حلوة. الهوندا مشروع فاشل، الهوندا مشروع فاشل، وده فشل فاشل يعني، ماشي يعني بيتعب ايدي لحد ما بتحرك كده، معرفش بقى هي دي اللي بايظه ولا ايه. المهم ان هي بالنسبه لي فشل خلاص. كل التوم بقى اللي انا عملته ده هحطه دلوقتي على الملوخيه بتاعتي في الطشه.